هل تعلم ان الامام احمد بن حنبل المولود سنه 164 هجريه الموافق سنه 780 ميلاديه والمتوفي سنه 241 هجريه الموافق سنه 855 ميلاديه وصاحب المذهب الحنبلي ورابع الائمه الاربعه عند اهل السنه والجماعه عاصر في حياته ثمان خلفاء عباسيين وهم محمد المهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد ومحمد الامين ودول كانوا على مذهب اهل السنه ثم عاصر عبد الله المأمون ومحمد المعتصم وهارون الواثق بالله واللي كانوا على مذهب المعتزلة وحدثت في عهدهم فتنة خلق القرآن ثم عاصر أبو الفضل جعفر المتوكل اللي كان على مذهب أهل السنة وانتهت على إيديه فتنة خلق القرآن للي حابب يتفرج على حلقة فتنة خلق القرآن كاملة هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في الوصف أشوفكم في معلومة سريعة تانية إن شاء الله والسلام عليكم